مساء الخير، اهلا بيكم. احمد باهر معاكم من دوجز ايجيبت، ومعانا استاذ ليو. النهارده بنتكلم على السناك اللي احنا بناكلها كبني ادمين في معظم الاوقات، او يمكن في يعني في كل الاوقات ما بتبقاش صحيه او ما بتبقاش مفيده، وبالعكس ممكن تكون مضره بشكل كبير جدا بالنسبه لكلبنا او الحيوان الاليف بتاعنا. فالكلب عامه لما بيشوفك ان انت بتتناول اي نوع من انواع الاكل، وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون، بتاكل ناتس، بتاكل شوكليت، بتاكل اي حاجه، هو بيكون حابب ان هو يشاركك في الاكسبيرينس دي، وحابب ان هو يجرب الشيء اللي انت بتاكله. فنصيحتي ليكو، لان طبعا معظم السناكس دي بتكون مضره ويمكن تكون قاتله بالنسبه للكلب، خصوصا لو فيها اي نوع من المكونات اللي بتستفز الانسولين في جسم الكلب، او بتعمل حاجه بنسميها الانسولين سبايك او الانسولين رش، لان اجسام الكلاب ما بتقدرش تتفاعل او يعني تتماشى مع اي ارتفاع مفاجئ في الانسولين في الجسم عكس الانسان تماما. وعشان كده دايما الشوكولاتات واي حاجه فيها سكريات عاليه بتبقى مضره جدا بالنسبه للكلب. فنصيحتي لاي حد بيشوفني النهارده، حاول ان انت وانت بتاكل اي سناك، خلي السناك دي لو انت ناوي ان انت تشارك كلبك فيها زي ما ليه وكده بياكل معانا النهارده، حاول تتاكد ان مكوناتها مش هتكون مضره للكلب، يبقى انت اديت له حاجه صحيه، حاجه مفيده، او على الاقل مش هتكون مضره بالنسبه له، وفي نفس الوقت خليته يعيش الاكسبيرينس ان هو يشاركك في الوجبه اللي انت بتاكلها. المشاركه دي اللي انا بعملها انا وليه النهارده هي بتزود الالفه ما بين الاونر او ما بين المالك الكلب وما بين الكلب نفسه، بيحس بنوع من انواع الانتماء اكثر لصاحبه، بيحس بنوع من انواع يعني اللويالتي او نوع من انواع الوفاء الزياده، ان انت بتاكله، ان انت بتعطف عليه، ان انت بتشاركه في الوجبه اللي انت بتاكلها. ولكن زي ما بنقول ان احنا الوجبه مش عشان ابسط الكلب بتاعي فاديله حاجه ممكن تكون مضره او ممكن تكون قاتله. خلي بالنا ان احنا في بعض الناس بتقولي احنا بناكل الكلب شوكولاته، احنا بناكل الكلب ناتس، احنا بناكل الكلب شيبسي، بنشربه بيبسي، بناكله ايس كريم، وما بيحصلوش حاجه. فانتوا كلامكم كناس يعني في مجال هوايه تربيه الكلاب كلامكم مش صح. عايز اقول لك، هو مثلا اما بنقول ان السجاير مضره بالصحه وبتتسبب في سرطان الرئه، هل معنى ذلك ان اي حد بيشرب سجاير لازم يجي له سرطان الرئه؟ ولكن هي عامل او فاكتور بيزود الاصابه بالمرض. نفس الحكايه بالنسبه للكلاب والاكل الغير الصحي زي الشوكولاتات او السناكس عامه. مش معنى ان الكلب كل شوكليت ان هو هيجي له مشكله او ممكن يجي له وفاه، ولكن في كلب تاني بيبقى درجه الحساسيه بتاعه الجسم، لان البنكرياس في جسم الكلب، وده اللي معظمنا او في ناس كتيره مش عارفه الموضوع ده، او في ناس بتقول ان الكلاب ما عندهاش بنكرياس، لا الكلاب ده مش مظبوط تماما. الكلاب عندها بنكرياس، وكمان البنكرياس في جسم الكلب بيبقى فيري سنسيتيف وحساس اكتر في اي ارتفاع بسيط في نسبه الانسولين في الجسم. عشان كده نحاول ان احنا ندي للكلب وجبه تكون صحيه، نحسسه ان احنا بنشاركه في الوجبه اللي احنا بناكلها، بتزود الالفه ما بيني وما بين الكلب، وفي نفس الوقت ما تبقاش مضره بالنسبه له. كان معانا طبعا النهارده استاذ ليو، وكل الساندوتش اللي انا باكل منه ومهيص بالمناسبه، طبعا ده عيش عادي خالص، عيش شامي، وحاطط نوع من انواع الجبن اللي هي جبنه الكيري، يعني انا مش بنصح بيها بكميات كبيره، ممكن مثلا نص واحده يوميا، واحده بالكتير. انا بستخدم عامه الجبنه الكيري او الجبنه لاباش كيري عامه، لو حابب ان انا اكل ساندويتش فادي جزء للكلب يبقى انا بشاركه التجربه بتاعتي، ويعني بيبقى في نوع من انواع الالفه ما بيني وما بين الكلب بتاعي. كان معاكم النهارده احمد باهر، وكان معانا استاذ ليو. طبعا ليو مش مهتم ان هو يسلم ولا يقول اي حاجه لان هو مشغول في الاكل. شكرا ليكم، لو ليكم اي تعليقات او ليكم اي تساؤلات اكتبوها في الكومنتات. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.